هلا طيبين، هلا سمحينا، هل نزينين نقرط للجفل إيقيفنا لمهن وتكيت لهن طبق المعاني غنى وعلوق حنستهن وكيت حين قربة غناية وقولي شو كان يجبرا خاطر المشاعر ويشفقا حانات على القلب الشفوق. هلا طيبين، هلا سمحينا، هلا زينين، تاني جيناكم وحلقة جديدة من أنفاس البوادي. جرار قد نمو فطاح للدوبيت وجهابزة غنايين وموسيقيين وناس مميزين جدا. أبقوا قراب وأبقوا كتار لأنه بيكون كل شيء جميل. معانا شاعر جرق الكباشي ودى الغبوش. حبابك حبابك والله يا السادة الكرام، هذا المقام السامي. أها حبابكم جملة ما تصنب مهام وأسامي. يا سلام، تحياتي وتحيات كل زوج قدامي، تحيات انتصل بالمنهج الإسلامي. يا سلام، حبابك والف تحية لك ولكل المشاهدين أينما كانوا، وإن شاء الله نقضي يوم جميل ورمضان كريم عليكم. والله حبابك لا من الحباب يكمل، ونحن سعيدين بك سعادة لا توصف. رمضان كريم عليكم. وكمان معانا شاعر جرق، صوت مميز إبهار، بشير ود الكي. حبابك والله يا أخوي وسيلة، وحباب كل المشاهدين، إن شاء الله رمضان مبارك عليكم، تصوموا وتفطروا على خير. حباب كل الناس، وإن شاء الله نقضي دقائق ممتعة إن شاء الله. حبابك والله بلا عدد، وفنان مبدع حقا، زول عنده اسم واضح جدا، بخيت سلكي حبابك. مرحبا يا أستاذ، مرحبا للإخوة المشاهدين، ومرحبا لكل المشاهدين. تحية للحضور وتحية لكل الإخوة الذين أتوا إلينا بهذه المشاهدة الكريم. وأخوكم بخيت خارون هدر، مشهورا بخيت سلكي. يا سلام، بخيت بيلي. يا سلام يا أخي، بخيت بيلي وبخيت سلكي وبخيت هارون خضر. والله حبابك 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 لا عقابك. شكرا جزيلا أيها الطاهر، الطاهر أكورديون، أجمل الناس ببلادي. يا أخي بنحييك تحية كبيرة. أهلنا الطيبين، أهلنا السمحين، أهلنا الزينين. خليني أقول لك، أهل السمتة في التاريخ تراهم ناسب، والسياس ستر مما قاموا مت تنساسك إن جهمر وطيسك ولا قحن حاسك أرضك دون شكك بروي هدم في راسك. قوي والله، أبشر بالقوة. السادة الكرام، أهل المقام السامي، أها حبابكم جملة ما تصنم مهام وأسامي. أي تحياتي وتحيات كل زوج قدامي، تحيات انتصل بالمنهج الإسلامي. يا سلام، أساتذتنا ومشايخنا وجموعنا الحاضرة، يا هلا بالأكابر ذو العقول النادرة. هلا أهل البرقة ومشوش المشلع صادرة، أقصد كل ذو له التحيات صادرة. يا سلام، نجي للمهم أو للحديث القاضي. أها وما عندي غيركم في البنوك شيء رازو، الهمم اللي بتطلع والمغام الحاض شعب نفرتك القوم اندعت لمرازو. جرق والله، خلافنا وزعاماتنا اللي بقتلنا حجي هولي وهولك إن بقى في غلط ما بنجي. يا سلام، العالم يتطور في كل مكان وفجي، نحن خبار ولا الليل البلد من خجي. إيه هي خلافنا وزعامات برتكولنا وهرجو. أها ما بوصل الركب المميز سرجو. السلام، الصهب اللي بقود حمل الثقيل اندرجو، وراكم ثالث الهجن المتالد عرجو. يا سلام، شيوخنا ونظاراتنا المهام أولابو، وتقدل فوق عقول عمدا في المحاص بنهابه. أه. الركب المدبج من بتات لحقابه، هن أولابه يندعت الظروف لحسابه. يا سلام، الوطن البلم شرف الجميع وجنابه. أي تتوافد شيموخ عز البناه وشبابه. آه. قدر ما جيت تكبر العقل بتهابه سيد الرايح حكايس والدرب لأصحابه. أي شرف العز والله. قوي. نحن الخلاف ما فينا خبر الناقل. أه. كدنا توحد بعد ذاك للحكاية سناقل. أي أرجاها الحكم من الكبير والعاقل، كان الصحراء بتفيد ما في الجزيرة مناقل. أي يا الله، والف تحية لكل الوطن. يا أخي تحيات كريمات لك بحجم الوطن وبحجم النيل الجميل الطويل وشموخ نخيلنا في كل مكان وكل فجة وكل بقاع الأرض. تحيات كريمات بشير ود الكي. حبابك، أنا داير أمشي بك أسوقك في مصدار جميل جدا، مصدار بتاع أقول لك فيه حظوظ. أيه. وفيه كنوز. أيه. وفيه بلاوي. أيه. غبار الحاجة من تحتك بيكتف لاوي. صح. أدى كثير. وكم عمر بيوت وخلاوي مربوط الرزق ما في قدر ما يلاوي، الذهب بوطاطا قاحلة ما بمشوه غير ناسا فحول وفطاحلة. أيه. أها حباب وسيلة، مرة ثانية حباب المشاهدين، قال أكوريك ليها ردها ليا أصبر. أيه. رويك. أها
أصبر كيف وقلب الحاجة ليك مشوق أي ثلاثة السمحة أمسيت منهم متويق براطمي كجوز عيوني كنورتي كلبي دعويق أها إن جيتيني مرحب وإن نبيتي مراحي براجيق غايتو بي أشواق وما يقن ناحب حرق الجوف لو إن جسمي المطول شاحب ما بعال جنح إن اللم عطف الصاحب يا سلام في وضحت الله يا الله لك تلوب جرارك أها أسياد بادي يتابعين جقل ريح ومشارك اتأملنا قربك جنة بعدك حارق وحاط اسم الله مشتاق ليك قبلي أفارق يا سلام في وضحت الله يا النجف الضميرك هالك أي في وضحت الله يا مديس النزل كالسالك أها كان الحظ خدمنا والتبري ياد بفالك دور هالليلة كان حيين بسدد مالك أها مرقنا ترانا من دار اللي هيجو حالاته هناك أحلامنا وصلت قبل ما نقوم ذاته أكم ما ظروفنا صعبة والشوية بياطه زي عينيك وحاط اسم الله ما بين يا سلام يا أخي ماني مرقتش عن غنى واللي جيب المافي ولا تغربتش عن كواي وذهبا صافي أها غاية أحلامي أفرح بيك وتم لزفافي تاني إن شاء الله يا مخداد أدودي وحافي يا سلام بلد مقطوعة لا بتسمع ألولا رسالة سماي معجة ياسين غايته هذه الحالة مهما ظروفنا صعبة والزمن سبالة شقاوة الدنيا يا المرناعة يا نريالة يا سلام وصلنا الليلة هواي الشقل بنعافة كل ما أطراها ست الريد أقهي مسافة يا شتلة جبال تقل المضمر هافة والشبا لاكي ضحكة يسمه كان قال شافة طواحين بحمد جيناها تقول بالداوة مليانين عجاج وشقاوة رحبوا بين ناس والددكين بحفاوة قالوا القوم باكر كلم الجنقاوة جهزنا العجن والكييك والقوقو مساهر عيوننا حالف الغميد ما تضوقو بيدرب السفر وطعم الحلاوة الفوق ونطالق ساهي انقيبا هبر لينوقو شرقت ودرب المرقة شايفه تقرب كبس من قديم ياباني أصلي مكرب نزل سواق وتش زيارته ليه وشورب راجل وفراش حمري وعليه مدرب أبشر بالخير الكاوة المجية أصله منه رشيمة كل ما صعبت الطرقات بتملع عزيمة أي طواي سكة الوصر القصار هضليمة ما بسوقوه ناس تتل وصاقر حليمة لقيت ليها قلت لمارك أبقى 10,000 أخذت سكتة حلقين بحها جاب له نشاف قالت لي بيد عزاز علي أوعد خاف انطفي ودعيني كان غير عيونك شاف قاصدين المناجم والنفوس مشتاقة مولعة فوقنا نار السحي الحراقة جبر 10 بدودب وسكته الفراقة جاهو الكاو يطنطن خلى رمله دقاقة صفروا ليه داس الجاز وطنطن عادمه ذكرني بسبيب اللال فنايد رادمه جبل الشبكة والسهل الكثيرة صوادمه جاهو إلاوي جابله بلاوي والمر كاظمه يا السلام جبل تمساح سلام أرض الطمل من كشفة كان المنيا ناخد من نسايمك رشفة قام بين القبيل كريق ونشفان نشفة قال الليلة يا القرنيت يا المستشفى يا السلام جبل الطوب والبلد الهوايش خطيرة أي براه الكاو مسافة عاد مكن زخيرة المعقل هذاك بلد السموم والجيرة قاضعين الكلام لا حديث لا سيرة أدباين برمل والعطش قام بينا قال لي خدرة ذاك السبيل يا أخينا دقينا الصففر شان نزيل اللي بيننا يلا القهوة جيب الموية عوك أزقينا أخذنا مسافة ريحنا الوريد الفاير أي. فينا الصلة والقام شرب له زياير الناس هاي ما بيجيب جيبه داير وانا الشاغني بعد السر حول مساير يا سلام أنصد كيف جاها الطيف شال أحزاني تكون ميرودة جات برودة مرضى الثاني أنا الشغلاني يا حيدر وهذا كياني بريدة حقيقة إلا الحالة مين مساعداني رقب الجماعة وكتروا له عياطه قام بينا ورحى ينقل لنا تيب جاطن شاف الحفيرة داس فرملت والغوم ساطن بالعجل مثل دفصل بسهلا حاطن يا سلام قال بير الموية فتناها وعقبنا جبالة أي جبال الرمل بانت والنسيم هبالة أشالت منامي ودرجت لحبالة هل يا البدر طارياني وبكون في بالة أكيد كل ما دقف في غايبة ولا تشرك تاني بتجدد مراتك وشوقك الهداني أقول لك يا الضفائر غطت الوراني ذهبا غير صفارك أصله ما لاقاني الصحراء هوايشا قيدن وأمنا رجحتينا لي زمن الحزوز ويهنا تركنا الناس وبين الزاد تركنا أهنا درب التبر لافتناهم لا وصلنا درب التبر لافتناهم لا وصلنا يا السلام يا سلام كلام ما فيه عقبة نهاية خلاص انتهى المزاج هنا والله العظيم تحيات كريمات لك يا بشير ود الكي سلكي نعم الكي سلكي أولا سلكي الأغنية القومية
بلغة الزغاوان. أغنية دلالاتها على أساس أنه الديو دم عدم كسر الكرم والإنسانية على جنبه أنه سلكي سلكي دم لغة الزغاوان سلكي. سلام يا أخي يا سلام. دي نشيد القومي بلغة الزغاوان وقبيلة الزغاوان. يا سلام. ولكن هنا شمل اللغة القومية إن شاء الله. وندقوا سلكي ذات حتى الآن ندقوا. هي كلمات منو ألحن منو؟ لا أغنية تراثية إن شاء تراثية. الله. تراثية. تراثية. طيب نسمع سلكي يا طاهر. ورتيلا دار بور ورتيلا بلي ورتيلا ورغيلت دولا تودي اراي تودي ديراي دولا تودي كداي تودي ناوي دولا تودي ماراي تودي مياي دولا اوزو كولا كورتيلا بلي ورتيلا دار بور ورتيلا اوزكو ورتيلا Koyladu kurai tigi, misi gidu bardai tigi, oki le todu jali tigi, sagur le wai tigi, madad le tei gidi tigi, osko e borre tigla, bele borre tigla. Bartai le tolok gidi tigi, shari le barjam gidi tigi, dugnai le jawau gidi tigi, beli tele tigi, osko tele tigla. Davar silakaya davasinna lagburri silakaya davasinna loki dairi silakaya davasinna lagburri silakaya davasinna sinna sinna silakaya davasinna sinna sinna silakaya davasinna silakai silakiya davasanna kirtate silakiya davasanna silakiya silakiya davasanna sinna sinna silakiya davasanna silakiya silakiya davasanna hoki dori silakiya davasanna sora dori silakiya davasanna saruju murri silakiya davasanna parojuri ri silakiya davasanna sokoila kairi silakiya davasanna sinna sinna silakiya davasanna sinna sinna silakiya davasanna silakai silakiya davasanna kidau kidairi silakiya davasanna veli burri silakiya davasanna osoi burri silakiya davasanna ovi burri silakiya davasanna toru burri silakiya davasanna ye burri silakiya davasanna sinna sinna silakiya davasanna sinna sinna silakiya davasanna silakai silakiya davasanna kidau kidairi silakiya davasanna sokoila kairi silakiya davasanna todu shariri silakiya davasanna todu shariri silakiya davasanna yaagi burri silakiya davasanna obi burri silakiya davasanna sei durri silakiya davasanna sokoi burri silakiya davasanna sodan burri silakiya davasanna sinna sinna silakiya davasanna sinna sinna silakiya davasanna silakai kartate lari silakiya davasanna kali
لكي لكي يدابسنا صاروج بريز لكي يدابسنا يلوك ديريز لكي يدابسنا باروج ريريز لكي يدابسنا وليك تريز لكي يدابسنا وكاي دوريز لكي يدابسنا باروج ريريز لكي يدابسنا سن سنة لكي يدابسنا سن سنة لكي يدابسنا السلام عليك يا سلكي. يا أخي بخيت يا أخي أنت زول جميل. سلكي سان سلكي سسن وسن سن سلكي سلهن سلن سنسية. دي عليك الله ما شعر. لا شعر. ولا يا أستاذ في طوري بس كده. أها. كلمة سلكي نظري بحلوله بمفاهيم تانية. سلكي بحلوله بمفاهيم تانية. السلكي ده سن ده مناس سن ده أبيض. أنينا طبعاً ميزتنا أيوة. من ثقافتنا. منظور إنسان من 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 القلب. السن هي الدلالة عن إنه الزول سنه عبيد دائما الزول متسم. يا سلام. أوكي. الزول البدود لأنه زول دميره كويس أشري يدو سلة كيدا ما أنا زول دميره صافي عديو زول دميره صافي كيدا ده مقصود. يا سلام. طيب تجي دين الحين عندنا جمعية أقول لك تجي دي جمعية التقاوات اللي هي التقادي مكان العيش لما يدقى وحي يقول لك حتى دي تقا اللي هي المجموعة منه ولا تجي. أنت عندك برضو كان ما تجي دي ورد عندك. تجي بلغة عربية ده لغة دي أنينا لغة خاص بينا. تجي ده. تيجي ده أنا أديو تيجي مانا إنديانا أيوة تيجي إنديانا تيجي ده إنديانا أدي أبار كي تيجي كي تيجي ده مانا أنت حق تملكه تديو الزول بملك يا أخي والله أنا بديك أجمل الابتسامات لأنك أنت يا أخي زرعت في دواخلنا ابتسامات جديدة وجميلة جدا جدا تحيات لأهلنا بالشرق وقرب وشمال وجنوب ووسط دارفور تحية كبيرة جدا ولأهلنا الزغاوة بالخصوص تحياتنا لك يا طاهر يا جميل ودلغوش حبابك والله ودرغوش واللونية النمة والغنى الشاشاي عفوا الشاشاي كده دينا نبذة شوية عن الشاشاي والله الشاشاي بطبيعته هو بحر قصير أها ويمكن يكون أقرب للجراري يمكن يكون أقل من القصير أيوة فلكن لا ما قريب للجراري لكن الشاشاي هو الجراري ما يحسب هو ما صوت خيلي الشاشاي صوت الشاشاي صوت أيوة أما تمييز تمييز كتابته من ده يعني كله بحر قصير الشاشاي بحر قصير قصير وال اسمه الجراري اللي انت قلته والحسيس ده كله يمشن طريقا في طيب نسمع نموذج عربي قدير يا ابني يو يشدوا قاموس بيو رحلوا جاروا عليو يخلوني وراك ضحيو سحبا قام الطايرو يشالت مني النايرو هاي نفسي خبارك جايرو اوه ما بيزداد ما دايرو ابرقن صاقع زيفو يقالوا بدورو خريفو عجب الحاكم ريفو يوهلوا معاي ما بقيفو ليل يا ليل يا ليل عربيك شدوا قامو يدانوا الزام بزمامو زولك حل ظلامو يتقول قالوا لعدامو دير يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا الهديت احلامو يلامتين بزرد سلامو
اي لهج حالي كلامه اي وخير الموت قدامه اي عربيك يا مصقعو يا زمن التايف ضاعو حزم الرق وطاعو يدفروا قاموا جماعو يا سلام يا اخي يا سلام قالوا اللي دل جايو فيها منزلوا توايو هاي عيني اليود بكايو يفاقد اللي متوايو عقب انشاروا لمو قام اسبوع ما تمو قالوا الرم شمو بكرة عصير من عمو أيوة بكرة الدلو ضعيني وخط شمالهن عيني هاي كجر وشقاك تزعيني يا للبشوق ناعيني يا سلام يا اخي يا سلام يا سلام عليك يا عبد الغبوش يا اخي يا اخي نجعتنا يا اخي وديتنا وطفرتنا من البلد دي لكن والله انا ما بنجع انا قاعد في البلد دي بس قصاد قبلك يا ود الكي يا اخي في انا دار اوديك انغمش احساسك كده وهبشك واحرك حاجات شوي شي عشان اقول لك انت نغايته يا كافي البلب تازني ليبك النار عقبان بالله ضجازني خيالات كان متي الوحي الغنى بزازني زيد كان حين تزيد نصد بتكاذني ايه اها اتن اه زينة الدنيا وربيع احلامه اي واتن برضو صيف ويعته والامه اها اتن فوق وفيك اندر حالي كلامه واتن يا اخي ازواب الحروب وسلامه بالحيل اتن فرحة ويتن جرح فيك آمنة ويتن بهجة العمر الجميل وأحلامنا ويتن محنا فيك نحن بحل كلامنا ويتن غافية الدوبيت وحبر أقلامنا يا سلام يا أخي الغنى فيك أنا السمحات محل ما نسوقه وبيملي عزة بيستبشر وبيعمر سوقه قدر ما نحمي حرف الريدة ما بنحوقه لو ما قلنا في رقيقات ولا بنروقه فيك ان سمرة وفيك ان قمرة خير كان وافر ات منية الصاقر المناجم يعافر ات الريد والتنصيط طبيعي كان نافر عشان كان نهجر الوطن العزيز ونسافر يا سلام ليك النفدي بيروحنا ودمانا الغالية ولينا ابتهدنا الآلام قلوب كان بالية فينا الجن وفينا الراح فيك ان سالية فينا الكابس السنبك مرق في طالية يا سلام اتن تدعي بن قلب التعب شاليم كان لين الصرة والضحكات بيشوفها نديم كان نحن دعبنا ويت الرامة باقي حكيم كان نص عمارنا قضيناها في ظلنيم كان يا سلام تكيلا فينا بالآلام نزيد في صبر كان كلام ناصحنا بنخليه ونطيع لأمر كان نحن تركنا جنتنا وقعنا يمر كان كل ما نقرح الأقسام تشيله تمر كان يا سلام اتن ضحكة واتن برضو نوح وجايع رغم القسوة خشيتن عيوننا ودايع قلبنا شايف كل ما حن يجيك طايع مباري الريدة لكن غايته ضايع ضايع يا سلام اتن تجلبا سفن الهموم بنواعة نزرعك فرح نحصد هموم ووجاعة حقيقة بقول للداير له فيها غناعة كذب بس بتلقاهن جماعة جماعة اي والله يدورنك يسوى من سلامك غمة يا بنك يمرقنك مخوزة قرمة غايته غناعة بعد ما شلت شوق زمة ريدي وعدم هواهن عندي نفس الهمة يا سلام يا بنك ذهب ما بيجن غير مال يدورنك تسمع يا نسم حلفال غايته بعد ما لبست ريدي ان شاء الله وجودي وعدم لقاهن عندي نفس الحال وجودي وعدم لقاهن عندي نفس الحال بس من اعتذر انه يا اخي الاتن ده غنى جديد فما يا سلام يا اخي والله صراحه جميل والله والله حياتنا من غير كان جحيم وبلاوي بيننا وبين كانت هيبات عشمنا حكاوي لكن مني تغادير ما بتشيل وغناوي لي يمكن بفتك الجرح القديم وبداوي اي والله يا سلام يا اخي سلكي تسلم خبرك كيف حالك طيب
انت كويس ومرتاح؟ انا كويس جدا الحمد لله، انا كويس جدا. نحن والله سعيدين جدا انك تكون في انفاس البوادي. نعم. و سعيدين انه نعكس ثقافات مختلفه. نعم. دايرين انك ترسل لنا رساله بلغه الزغاوه. ايوه كلام جميل جدا. اولا احيي كل المشاهدين. اها. وهذا اليوم الجميل طبعا انا بقدم بلغتنا، اقول له إتكا قرأ لي دار بارتي لنا دار بارتي لنا تاون نصر لنا بارو كبل لنا ديلة درانا بارو درانا لنا إذا لورس وزي تيجوا سكوني لورو سكوا لي كي تكاثر كي تمان كجا يوم كله تراس كي كله يوم سيد كي إيد بيك قرأ لي لسه بهذه رسالة نكين قدم لكم بلقنا بعيد بس مبروك العيد السلام يا الأمان يا سلام بلقنا إن شاء الله يا أخي كل سنة وأنت طيب. أستاذ الطاهر كده نسمع شنو؟ نسمع. طيب نسمع. إتي ولا لنا دربار دي لنا. ليلة ودوق ولا فرقة
دربار دي ليلة ودوغ اللي مرلا. شكرا جميلا سلكي. شكرا الطاهر. أين الريقو بسكر كنان محلا أين الشان وكثرنا المروق والطلا الليل أين العود متلين وجيد ومفصص أين الليل وسع الوقح إلا ما بيتلصص أين الرسا عظامنا وكواحة وفصوص أين الخطو نشان عين فينا ورصص الليل وين الوسخ الدنيا الجميلة رحيلو وين السن كان بسمة تناوير كيلو عمش يا طير عمش يا طير عمش يا طير وصي الرسالة تحكي له أقول له بشير مما فت ما قام حلو يا سلام يا ما قام حلو أقول له بشير مما فت ما قام حلو يا سلام عليك يا ولد الكي. يعني إحنا بعد بكيت ولد الكباشي كباشي ولد الغبش دي ما أظن تاني يكون عندنا حيل لحلقة. خلاص نحن بقينا على مشارف الختام. كباشي أخليك تودع ناسك وأهلك وتحييهم بتحياتك السمحة دي. والله أولا التحية لك أنت والتحية لزول المبدع جدا ده. يمكن ما خلى لي حاجة من الأشجان جابتك ما جابت حر خلاص. أي والله نفس القصة هي مطبوقة عليه تقريبا. يا الله تحية لكل الناس أينما كانوا وتحية لأسرتي في محلية جبرة الشيخ والتحية لكل اللي بيعرف كباش والدرغوش التحية لأهالينا في 18 دار السلام حي الغوش تحديدا وما دار حي زول بعينه كده لأنه الناس كثيرة وكل الناس من عارفة وكل السودان من عارفة ما خلينا إحنا ولاي في السودان ما مشينا ليها التحية لأسرة الديوان أبو السارة كل الناس اللي في الديوان والتحية مخصصة للهيلة اللي هو طاهر محمد نور الطاهر نعم وما دار أطيل في التحية لأنه ناس كثيرين جدا يا أخي نحن والله بنحييك وبنحيي كل الناس اللي حييتهم وكل الناس اللي ما حييتهم كمان بنحييهم تحية والدلكي أنت كييتنا وكويتنا بحاجات سمحة وخلفت فينا الكي والله العظيم لكن حي ناسك وأهلك حبابك والله التحية لكل الناس اللي بيعرفونا والما بيعرفونا واللي بنعرفهم والما بنعرفهم التحية لكل الوطن الحبيب وسكان وأينما كانوا وأينما حلوا بنقول له رمضان مبارك عليكم إن شاء الله والتحية لأخواننا بالمملكة العربية أخونا والشابل وأخونا مدسر وأدبلاع وكل الناس اللي هناك وحيدر الرفاع إن شاء الله ما ننسى النزول يا سلام. وقبيل ما دايرين نجيب الأسامي لكن التحية اليوم إن شاء الله ربنا يرجعهم سالمين وغانمين التحية الأولى والثانية والأخيرة لدكتورنا الأمين حسن العبد يا سلام أبو أخوي الشاعر نعم. الأستاذ أحمد العبد يا سلام التحية أحمد العبد ذاته بحي التحية اليوم من هنا نعم. التحية اليوم ولأهلهم جميعا فبقول دون الغنوتين دي لهدا اليوم ولدكتور الأمين بالذات فسلام للذات نحر العوالي عمار أي جرجير الفتن ما زح سنتي مسار يا سلام سلاما مني يصل الكبار وصغار ورف تحية لآل العبد في دار يا سلام والله كثير لقيت رجال لكن مثلهم نادر أي لفيت فيها من أقصى الشرق لمبادر يا سلام كثير خاويد عمم كم عرفت مصادر أحمد صاحبي ما لقيت شبهه إلا الهادر يا سلام عليك تحية اليوم كلهم إن شاء الله يا أخي والله تحية ليك وتحية لأحمد ود العبد هذا شاعر النحرير تحية كبيرة جدا كان تمنينا والله أن يكون معنا أيوة في حلقة الله. من الحلقات ولكن تأتي الرياح بما لا أشتهي أنا تحياتك تحية الإخوة المشاهدين وتحية الأخونا
كباشي والأساس والدلكي الوسيلة. التحية الثانية التحية للاجئين والنازعين ومشردين أينما كانوا، وتحية لشعب السودان صفة عامة. نتمنى له حياة سيدة إن شاء الله، ربنا يوم السلام وربو بلادنا الحبيب. ورسالة الجاية إن شاء الله أغنية نهدينا إخوة النازحين واللاجئين ومشردين الذين قاعدين تحت الشجر البرد القارس، نتمنى له إن شاء الله ربنا بعودتهم بالسلام إن شاء الله. أغنية قادمة إن شاء الله، أغنية اسم الدبج دبج، وتهيئة له خاصة للاجئين والنازحين إن شاء الله. شكرا يا أخي. نحن والله بنحييك وبنحيي كل الناس اللي ذكرتهم، الناس السمحين، الناس الجميلين ديل، تحية كبيرة. تقبلوا تحيات فريق أنفاس البوادي، الرشيد أحمد خوجلي، معد البرنامج أستاذنا حسن مصطفى، محمد الحاج، محمد هارون، وكل الكاست العامل بهذا البرنامج. تحيات خاصة جدا من السوداني جلابية عاطف صالح، وهيدرو إنرجي للطاقة شمسية عبد الحميد أمير عبد الحميد، وقصر القيروان. تحيات تقبلوها جميلة من أمير قني عبد القني حسن الصافي من ديم القراي، أهلنا بديم القراي. الناس دي المتابعين أنفاس البوادي متابعة لصيقة جدا، نحب نحييهم كلهم، كل أهلنا بالسودان يا جماعة، حتة حتة، قبيلة قبيلة، بلدة بلدة، قرية قرية، بنحييهم تحيات كبيرة. أستاذنا الجميل جدا محمد السر، مدير تسويق ميديا لايف، لك المحبة والتحية والتقدير والاحترام. هلا طيبين، هلا سمحين، هلا زينين، جيناكم وماشين. تقبلوا تحيات محمد أو الطاهر أكورديون. إلى اللقاء. We'll be right back.
Yeah.